السلام عليكم الإخوان. اليوم إن شاء الله الدرس ديالنا غادي يكون على طريقة إضافة مروحة تبريد محرك السيارات أو تركيب جوج مراوح. كنا تكلمنا على طريقة عمل الريلي في حلقات سابقة وطريقة اشتغال حساس الحرارة. نعود نديرو واحد التذكير بسرعة. هذه هي الريلي ديالنا ديال 5 أقطاب أو ممكن استعمال 4 أقطاب، فيها القطب 30، القطب 87 A، والقطب 87، 85، 86. نعتبرها هي على هذا الشكل. هذا عندنا مدخل الكهرباء مباشرة من بطارية السيارة عبر مصهر للقطب 30، تطبقة تنتظر في القطب 87 A. الأقطاب 85-86 عبارة عن ملف، فاش نعطيو سالب وموجب بين أطراف هذا الملف تتنتقل لنا الكهرباء من هذا القطب 87 A للقطب 87، باش تشغل لنا مثلا في هذه الحالة عندنا المروحة. حساس الحرارة هو على هذا الشكل، هذا فيه جوج ديال الأطراف أو ممكن يكونوا فيه 3. هو عبارة عن مقاومة عالية، يعني ما كاينش توصيل بين هاد جوج الأطراف. تيكون مركب في جسم المحرك أو في الرادياتور، يعني في المسار ديال الماء. فاش ترتفع درجة حرارة الماء، هاد المقاومة تتولي عبارة عن سلك، يعني هاد القطب هذا مع هاد القطب تيوليو كاين توصيل بيناتهم. نشرحوا المخطط ومن بعد نديروا التوصيل. قلنا الكهرباء تدخل عبر مصهر من بطارية السيارة للقطب 30، للقطب 30 تتبقى تنتظر في 87 A والقطب 87 A الريلي الثانية. الموجب بين أطراف الملف تنحصلوا عليه من كونتاكت السيارة، يعني من مفتاح تشغيل السيارة. فاش تنشغلو تتنتقل لنا الكهرباء لهذا القطب 86. باش نحصلوا على السالب في الطرف الاخر ديال الملف تنحصلوا عليه عبر حساس الحراره، اللي هو تيكون مرتبط بالسالب بهذا القطب. وفاش ترتفع درجه الحراره قلنا تيولي عباره عن سلك موصل، يعني تينتقل لنا السالب من هنا لهنا، وبالتالي تيشغل لنا الريلي باش تنتقل لنا الكهرباء من 87 A ل 87، وبالتالي أتشغل لينا المراوح ديالنا. كاين واحد التعديل بسيط، تنديرو هاد القاطعة تربطوها حتى هي نفس الشكل بالسالب وتنتحكمو فيها يدويا. كاين واحد التعديل آخر اللي هو مثلا المصباح الشاهد على اشتغال المراوح، القطب اللي تيجيب لينا الموجب لهاد المروحة مثلا تربطو به موجب ديال واحد المصباح، والسالب تربطوه هنايا بحيث ان السالب ها هو ديما كاين. باش تكتمل الدائره خصنا الموجب، الموجب تنحصلو عليه من القطب 87 اللي تيشغل لينا هاد المروحه مثلا او هاد المروحه. يعني في هاد الحاله ممكن اضافه جوج المصابيح، ومن الاحسن ان هاد المصباح ما يكونش عنده واحد القدره كبيره، يعني الوات ديالو خصو يكون ضعيف باش ما يسحب ليناش شده التيار كبيره ويخلي لنا هاد المروحة ما تشتغلش مزيان. نبداو التوصيل ديال المخطط ديالنا. الريليات ديالنا هما هادو. نبداو بهاد الأقطاب 87 الموجب المراوح اللي هما نعتبرو هذا 87 الموجب المروحة الأولى. 87 الريلي الثانية غادي لينا الموجب المروحة الثانية. نوصلو هاد الأقطاب 86-86 مع الكونتاكت السيارة اللي هما نعتبرهم هذا هو الكونتاكت السيارة. هذا 86 وهذا 86 الريلي الثانية، تيمشيو لينا القاطعة اللي هي الكونتاكت، ومن القاطعة الموجب
السيارة، يعني القاطعة من القاطعة الموجب نعتبره هو هذا. عندنا من هذا الموجب تيمشي لينا القطب 30، القطب 30 تاع الريليهات بجوج، نعتبره هو هذا قطب 30 مع القطب 30 الموجب ديال البطارية اللي هو هذا. تيتبقى لينا هاد الأطراف 85، 85 اللي مرتبطين مع حساس الحرارة أو القاطعة أو بجوج، اللي هما نعتبروهم هادو 85 الدريلة الأولى، مع 85 الدريلة الثانية، ومن 85 الحساس الحرارة اللي هو هذا، ومن حساس الحرارة لساليب البطارية اللي هو هذا. هاد القاطعة هادي تاهي نضيفوها باش في حالة بينا نشغلو يدويا، يعني مرتبطة لينا بساليب البطارية اللي هو هذا، والقطب الاخر مرتبط لينا بهذا القطب تاع حساس الحرارة و 85 اللي هو هذا. نضيفوا هذا المصباح اللي قلنا نعتبره المصباح الشاهد مثلا على هادي او هادي، يعني الموجب ديال المصباح هو هذا. الربطو قلنا مثلا ب87 تاع هاد المروحة او 87 تاع هاد المروحة، يعني هاد المروحة هاي، والسالب مع سالب البطارية. بقى لينا سالب المراوح مع سالب البطارية. نبداو التشغيل. هذا هو كونتاكت السيارة قلنا. دابا ما غادي يشتغل عندنا والو حيت مازال باقي هذا تعتبر كمقاومة، يعني نعتبر هذا المفتاح هذا هو اللي بغينا نحصلو به على السالب مثلا هكا، وما خدمو لينا المراوح وفي نفس الوقت خدم لينا المصباح الشاهد داخل طابلو السيارة اللي تعني لنا بأن هاد المروحة راه خدامة. دابا توقفوا نعاودوا نحاولوا نشغلوهم عن طريق هذا الحساس اللي هو غادي نوضعوه في الماء الساخن. هو هنا يبدا في الاشتغال. هذا المصباح اللي قلنا الشاهد ديال داخل طابلو السياره، وهادو المراوح. المقاومه ديالو باقي صغيره، يعني باقي دابا توصل. دابا هو توقف. وبالنسبه لهاد القاطعه اليدويه ما غاديش نستعملوها حنا في اي حاله، يعني تنستعملوها في الحاله ديال ارتفع درجه الحراره المحرك وما اشتغلوش عندنا المراوح، تنعرفوا مثلا بان راه كاين عندنا شي مشكل في هاد حساس الحراره ولا شي حاجه، ديك الساعه تنشغلو هكا يدويا. كي تنعرفوا راه المحرك ديال السيارة خصو على الأقل واحد درجة الحرارة ديال 70 باش يشتغل عادي، يعني ما بين 70 تقريبا حتى 87 درجة سيليسيوس، هادي هي الحرارة العادية ديال الشغال.
يعني ماشي يكون هو قل من 70 درجة سيليسيوس ونخدمو حنا المراوح. في هذه الحالة إذا كان الموتور بارد وزدنا حنايا خدمنا المراوح يدويا، راه ما غاديش يعمل بكفاءة، غادي يولي عندنا واحد الاستهلاك البنزين، غادي يولي عندنا مشاكل أخرى. يعني هاد القاطعة اليدوية تنستعملوها في حالة ارتفاع درجة الحرارة وما اشتغلوش عندنا المراوح. نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.